السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمد يوسف. إن شاء الله هنتكلم مع بعض بإذن الله في الكورس بتاع الـ Quality in Pharmaceutical Industry أو الـ IPQCT اللي هو الـ In Process Quality Control Test. في البداية كده إن شاء الله في المحاضرة ديت هنتعرف على بعض على الكورس بالكامل، المحتوى بتاعه هيكون إيه. في البداية حابين نتعرف على بعض الأول. أنا محمد يوسف سليمان، محاضر جودة معتمد، محاضر بالمركز العربي للدراسات وإعداد الباحثين، محاضر بمشروع تقييم طالب علوم، محاضر بالاي اس اي انترناشونال ساينس اكاديمي فور ريسيرش اند ديفلوبمنت، محاضر تحاليل طبية، حاصل على شهادة خبرة من المركز الثقافي الدولي، وحاصل على خبرة تدريبية لدى شركة يو بي فارما وشركة كاكولا، وخبرة لدى معامل الحياة وتراست بالرحمة وعيادات كفر الباشا ومستشفى الجامعة، وصاحب معامل الجودة للتحاليل الطبية، وحاصل على تكريم من اللواء أركان حرب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر ومدير ومؤسس دوبامين تيم. بفضل الله عز وجل قدرنا إن إحنا نأهل أكتر من 1000 طالب وخريج في مجال الكواليتي كنترول والكواليتي أشورنس للعمل داخل مصانع الأدوية. إن شاء الله في الكورس دوت هنتعرف على بعض الحاجات. أولها إن شاء الله هنبدأ مع بعض في السلايد اللي جاي. ان شاء الله محتوى الكورس بتاع النهارده بتاع المحاضره ديت ان شاء الله هنتكلم فيه عن الانترودكشن، عن الكورس بالكامل، وهنتعرف على اجزاء الكورس بالكامل عباره عن ايه وايه المحاضرات اللي هتكون موجوده فيه. وهناخد اول جزء منه وهي الفارماسيوتيكال اندستري او صناعه الادويه. هنتعرف يعني ايه دواء، وهنتعرف يعني ايه تصنيع الدواء، وبدايه تصنيع الدواء بيبدا ازاي الى ان ينتهي التصنيع والى ان ينتهي عمليه الماركتنج. في الانترودكشن ان شاء الله هنتكلم النهارده على الفارماسيوتيكال اندستري زي ما قلنا مع بعض، وان شاء الله في المحاضره اللي بعدها هنتكلم عن الديبارتمنت اللي موجوده في المصنع وكل قسم منهم مسؤول عن ايه، وهنتكلم بالتفصيل شويه عن الاقسام ديت ومين اللي ليه احقيه ان هو يشتغل فيها. وباذن الله ممكن اخر الكورس نقدر نعمل محاضره كامله لوحدها نتكلم فيها عن الرينج بتاع السالري، ودي من الحاجات اللي الطلبه بتحتاجها جدا واللي الطلبة بتهتم بيها، وهي رينج السالري بتاعها بيبقى في رينج كام، المرتب بتاعي بيبقى في رينج كام، الاكسبيرينس بتاعتي باخدها ازاي وكده. ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل لها محاضرة خاصة. لكن في الديبارتمنت هنقدر نتكلم عن مين الاقسام ومين الكليات المسؤولة عن كل قسم من الاقسام ديت، وايه الاقسام اللي انا اقدر اشتغل فيها كبايوتكنولوجي او ككيمست او مايكروبيولوجيست او ايا كان من الكليات اللي انا درست فيها او الاقسام بتاعتي. هنتكلم ان شاء الله في المحاضره اللي بعدهم عن الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس ومعنى كل واحد منهم ومعنى الجي ام بي اللي هي الجود مانيفاكتشرنج براكتس، هنتكلم عنهم بالتفصيل. هنتكلم ان شاء الله في المحاضره اللي بعد كده عن الايزو، ايزو 9000، هنعرف يعني ايه ايزو بشكل سريع جدا وهناخد انتروداكشن عنها بسيط. هنعرف يعني ايه ايزو 9000 وايزو 9001 وايزو 14000 وايزو 17025 وايزو 22000 وايزو 18000 وايزو 40000، وهنتكلم عن بعض انواع الايزو ديت وديت عباره عن دلاله ايه او ايه الحاجات اللي هي بتدل عليها. وان شاء الله هناخد بعد كده في المحاضره اللي بعدها الكيو سي الخاص بالمايكروبيولوجي، وايه قسم المايكروبيولوجي، ايه الحاجات اللي مسؤول عنها القسم دوت من حيث ايه مراقبه جوده الدراجز او جوده الفود بشكل عام. يعني اي منتج انا بصنعه سواء كان دراجز او كان فود او غير ذلك، فود او دراجز، بقدر ان انا اراقب الميكروبيولوجي او اقدر ان انا اراقب الحمل الميكروبي بتاعه. هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله عن القسم بتاع الميكروبيولوجي وهنعرف الخصائص بتاعته بالتفصيل. هنتكلم عن الكيو سي الخاص بالكيمستري ومراقبه الجوده الكيميائيه، القسم الكيمياء بقى، وفي منه قسم خاص اسمه الاستابيليتي هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. الاي بي كيو سي تي اللي هي الام بروسيس كواليتي كنترول تيست، هنتكلم بالتفصيل عن الاختبارات اللي بتحصل اثناء عمليه التصنيع للتابلت، وهنعرف انواع التابلت، ايه هي الاقسام بتاعه التابلت سواء كان كوتد او ان كوتد او ايفرفيزنت، وهنتكلم برضو عن الاختبارات اللي بتتعمل على الكبسولز سواء كانت هارد او سوفت، انواع الكبسول كلها 1 بارت او 2 بارت. والاي بي كيو سي تي الخاص بالليكويد اورال من حيث جميع الاختبارات اللي انا بعملها على الليكويد قبل ما تخرج من مصنع الدواء. والاي بي كيو سي تي الخاص بالانجكشن سواء كان فايل او امبول، انواع الحقن كلها هنتكلم برضو عن الاختبارات اللي بنعملها عليهم بالتفصيل.